السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحاول نطور إن شاء الله في الجيم بتاعنا. هنيجي نبص لو ضغطنا مثلا جيم الكيبورد ضغطنا اهو هتلاقي الطلعة بتعدي من الحائط. احنا مش عايزين الطلعة تعدي من الحائط. هنيجي هنا بس هنخلي الطلعة هنا عادي، الطلعة بتبقى في أي مكان بس نخليها قريب من الكاركتر مفيش مشكلة. هنيجي هنا عند دي هنقوله لما يحصل عملية كوليجن، بس كوليجن بإيه؟ هنيجي هنا هنحط له بروبرتي الحائط، هنحط له بروبرتي ونسميه بول مثلا، اوكي، وهنخليه انتجر. فانا هاجي هنا لما قلت لما اقول لما يحصل كوليجن بالبول يحصل عمليه اخفاء، ولكن لو جينا نضغط بيه نضغط اهو هتلاقي مفيش اخفاء بيحصل او مفيش اي ما بيحسش اصلا بتصادم. ليه؟ لان المفروض الحائط عندي يبقى حاجه زي حاجه ديناميكيه، حاجه فيزيكس يعني. يعني مثلا حتى لو انا خليته اكتر برضه هتلاحظ ان هو نفس المشكله فيه. لازم يكون حاجه فيزيكيه، حاجه فيزيائيه. هنخليه مثلا دايناميك، اوكي، وهنخلي الكوليجن باونس هنخليه بوكس. ولكن لما نيجي نبص على البوكس هتلاقي بعيد شويه عن البوكس اللي موجود، وده لان البيفوت مش في المنتصف. طبعا احنا ممكن نخلي البيفوت في المنتصف ونريح دماغنا، وممكن ونعمل ونستخدم البوكس لو حد عايز يستخدم البوكس بس، ولكن احنا ممكن برضو نريح دماغنا ونستخدم كونفكس هول وهي هتظبط اوتوماتيك عليها. طيب نضغط بي من الكيبورد، نضغط او، هتلاحظ ان الطلقه بتختفي ولكن بتحرك معايا الحائط في اتجاه الواي. احنا هنضطر ان احنا نيجي عند اللوك ترانسليشن ونقفل كل الاتجاهات، فبالتالي هو مش هيتحرك في اي اتجاه. فمجرد ما اضغط واي هو كانه ستاتيك واقف عادي جدا، وفي نفس الوقت بيحس بالايه بالطلق والكلام ده. طيب هنيجي نبص، نضغط او من بي من الكيبورد ونروح هنا كده ونضغط دبليو. هنعمل نفس الفكره مع الباب، ولكن الباب فيه مشكله. الباب انا عندي عامله ستاتيك، فانا اصلا لو عملت باب ديناميك هيبقى عندي فيه مشكله. يعني لو نيجي نبص كده احنا عملنا الباب ديناميك اصلا هو فيه مشكله. الباب لاحظين معايا اللي بيحصل؟ انا مش عايز كده. يعني حتى لو انت عملت مثلا لو احنا قفلنا كده وسيبنا الزد برضو هتبص تلاقي برضو نفس المشكله اللي موجوده، تمام؟ لان اصلا احنا مظبطينه على الاستاتيك يعني. فاحنا هنخلي الباب استاتيك زي ما هو، ولكن هنعمل حاجه، هنعمل نسخه منه شيفت ودي من الكيبورد بالشكل ده، هنكبرها سنه بسيطه في اتجاه الواي بحيث ان انا لما اعمل سيلكت على طول اختارها، تمام؟ فدي موجوده والتانيه موجوده تحت. فانا هاجي عند دي هحط له بروبرتي واسميه دور، وفي نفس الوقت انا مش عايز الحاجات دي، تمام؟ هلغي كل اللوجيك اللي موجود انا مش محتاجه، تمام؟ طيب انا هاجي ليه؟ وفي نفس الوقت طبعا احنا عايزينه اصلا، احنا عاملينه عشان نخليه دايناميك، تمام؟ خليناه دايناميك، هنخليه يقفل، هنخليه يقفل وما يشتغلش في اي اتجاه. انا مش عايزه يشتغل في كل في اي اتجاه خالص، تمام؟ هنخليه كونفكس ونخليه بوكس مظبوط عليه. طيب هنيجي نبص على هنا ده، هنقول له لما يحصل كوليجن بالدور، لما يحصل كوليجن بالدور يحصل عمليه اند اوبجكت، تمام؟ لو حصل كوليجن بالدور هيحصل عمليه اند اوبجكت. نيجي نقول له بي من الكيبورد، الاول اختار ده، نقول له بي من الكيبورد ونعمل كده، نعمل كده. هتلاحظ ان الاند اوبجكت شغال، ولكن لما باجي اروح هناك هتلاحظ ان الباب التاني بيفتح، ولكن انا ما بعرفش اعدي لان الباب التاني مازال موجود. فاحنا هنعمل حاجه تانيه، هنخلي ده غوست، هنخليه غوست. لازم الباب هنخليه غوست. غوست معناه ايه؟ معناه ان اقدر اتحرك منه بالشكل ده كده، تمام. ولكن في مشكله هتقابلنا ان ده ظاهر عندنا في الجيم انجن. لما نيجي نعمل كده كله تمام، بس عندنا الباب التاني ظاهر في الجيم انجن. هنيجي نقول له انفيزبل، معناه ان هو هيبقى مخفي، تمام. ولكن لما اضغط اهو كل حاجه هتبقى شغاله عندي بالشكل ده كده، تمام. فاضل عندي ايه؟ السلم بتاعنا. لو انتوا فاكرين احنا كنا اتكلمنا على موضوع السلم دوت، وانا قلت لكم ممكن يجي لنا وقت محتاجين دايناميك.
تمام. فاحنا نيجي عند السلم هنخليه دايناميك، تمام، هنلغي الاتجاه بتاعه عشان ما يتحركش فيها، وبعدين هنقول له ادب وهنسميه ليتر اللي ايه مثلا، وهنقول له انتجر. اوكي، وهنيجي عند الرصاصه هنقول لا سوري، هنقول ادب كولجن اللي ايه، لما يحصل كولجن بالليدر يحصل اند اوبجكت. ماشي، هنضغط من الكيبورد بي من الكيبورد سوري، وهنعمل كده هنروح. هتلاحظ او مبدئيا الطلقه بتعدي، دي حاجه. تاني حاجه هتلاحظ ان الكيوب بتاعي بيعدي في وسط السلم بالشكل ده كده، ده معناه ان في حاجه غلط، والحاجه الغلط ديت هي بسيطه. يعني الحاجه الغلط دي عباره عن ان احنا ما صفرناش السكيل بتاع السلم. يعني مثلا لازم نقول له كنترول وايه ونقول له سكيل، فاحنا كده صف او خلينا السكيل كل واحد، تمام، لانه كان الاول متغير لو لاحظته. تمام، لو قلت له كنترول ايه من الكيبورد هقول له سكيل، فانا لو قلت له بي من الكيبورد ورحت مثلا بالشكل ده كده، اول ما قبضت الطلقه اول ما بتعديش، دي اول حاجه. تاني حاجه الدنيا شغاله معايا تمام، مفيش اي مشاكل خالص بالشكل ده كده. طبعا انا كنت مقلل في نقلل شويه في جنب ده، انا هنخليه 18، ممكن نخليه مثلا 10، ونشوف نخليه 12 كويس قوي عليه، تمام بالشكل ده. فانا الدنيا عندي بقت مظبوطه كده، اضرب طلع هنا اتحرك بالشكل ده كده، تمام كده. ما سيبنا هنقول له ريتري. اوكي، كان مهم قوي ان انا اشرح عمليه الكوليجن علشان لو المشاكل اللي ممكن تقابلنا تحلوها ازاي. وطبعا في طرق كتير، لما تتعمقوا شويه في الكيمياء تلاقي نفسك انت بتفكر في طرق، ما في طرق تانية يعني، وطرق بسيطه يعني. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.